هرفع الجلسة واخرج الصحفيين. قال لي ان في قوات اخترقت الحدود ومسلحة وعددهم كبير حوالي 800 واحد. هل اخبرك عن جنسية هؤلاء الاشخاص والجهة التي اتوا منها؟ لا ما اخبرنيش لا عن الجنسية ولا الجهات اللي اتوا منها. بشكل عام هجموا على الشيخ زويل، هجموا على بتاع وموتوا ناس، هجموا على الشرطة في العريش، هجموا على أمن الدولة، هجموا على بعض أقسام الشرطة وفي طريقهم لسجن وادي النطول والسجون الأخرى. الرئيس الإيراني أو المشرف الإيراني قال خطبة الجمعة باللغة العربية شيء غير مسبوق. يوم الجمعة اللي هو يوم كام؟ أظن 4 فبراير على ما أفتكر. يوم الجمعة على ما أعتقد 4 فبراير قال خطبة الجمعة الرئيس الإيراني باللغة العربية، قال الخطبة باللغة العربية على خلاف العادة، يشجع الفوضى يشجع الفوضى في البلاد ويشجع الثورة الإسلامية.